انتم مثلي تتسوقون اونلاين وتقعدون هالقعده بالثلاث اربع ساعات؟ تعرفون انا اوصل مرحله اشتري اشياء انا ما احتاجها، يعني هالسله تنترس باشياء عجبتني واشياء اقول يمكن تطلع حلوه يمكن انا احتاجها بعدين. بس السؤال الاهم من ذي كله، احنا ليش صرنا نتسوق اونلاين؟ وهل الاسواق هذه في يوم من الايام راح تختفي؟ تابعوا حلقتنا. في حياتنا اصدقاء ما يفهموننا الا هما، عشان كذي اليوم جايه اقابل ظبيه المقبالي، ابي اشكي لها همي، هي الوحيده اللي بتفهمني. هلا ظبيه، سامحيني سامحيني، داير راسي والله يا ظبيه، داير راسي، طلبات شحنه رايحه وشحنه جايه. بس زينك طالبت لي؟ ايش طالبت لي؟ بابونك يهدي اعصابي، حسيتي فيني؟ بسم الله عليك. ليش؟ من الشحنات، من الطلبات، تم خصم، تم خصم، هذه يطلب وذي يطلب وذي يطلب بدون أي كنترول. عارفة هاي تطور الحياة، لازم نواكب هالتطور بطريقة أو بأخرى. زين والحل؟ الحل سهل صعب؟ شلون؟ يعني إحنا لازم نبتدي نفهم أولاً إيش هدفنا من التسوق. حلو. الشيء الثاني بعد نحتاج إن إحنا نبتدي نتعرف على هالتسوق ذي احتياج حقيقي ولا احتياج وهمي. عملية مو سهلة. لا 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 صبري. أنا الحين اللي بطلت الأبليكيشن أي موقع، لي شفت إن الكوب ذي بعشرة ريال بقول يلا بشتري، عشرة على 15 على 20 صاروا 1000. ما أنت هني الفكرة، إحنا الحين مو حطينا في السلة. حلو. المرحلة اللي تلي ذلك ضروري إن إحنا نبتدي ما نشتري مباشرة، نترك السلة يوم أو يومين ونرجع نشيك على احتياجنا في حقيقي فيها. هني بتحسين أنت هل فعلا أنت عندك احتياج لهالشيء ولا بتلاقين نفسك ديليت ديليت ديليت؟ لا والله سويتها مرة وصار الديليت، لكن التسوق اليوم صار وايد أسهل لما يكون أونلاين. ليش؟ الحين أنا بقولك وجهة نظري، أنا اليوم ما عندي سيارة أو ما عندي سايق يوديني أو إن أنا ما أقدر أخلي عيالي وأروح، بقعد في البيت بتسوق حتى لو يطلع علي مبلغ كبير. هو التسوق في حد ذاته أونلاين ترى يعني حل جدا جذري وحل كثير من الأزمات بالنسبة لنا، إنك توقفين في باركن، إنك توقفين في خط الكاشير عشان تحاسبين، كثير من الأشياء وفرت لك حتى الوقت حق نفسك إنك تستثمرينه في أشياء ثانية، بالإضافة إنك أنت صار عندك وقت أكبر حتى تقضينه مع عائلتك في التسوق نفسه. بمعنى يعني الحين أنا لما أجي أتسوق أونلاين ممكن أقعد عيالي، يبتدي كل حد فينا يأخذ الاحتياج الأساسي اللي له، بعد فترة نرجع نتأكد هل احتياجاتنا أساسية أو لا، وبعدين نكمل عملية الشراء. الأمر المهم إن إحنا شاركنا في التسوق مع بعض، قضينا لحظات جدا ممتعة، بنفس الوقت استثمرنا التكنولوجيا بطريقة إيجابية. ليش إحنا قاعدين نقول إن والله التسوق ذي قد يكون ضار؟ لا، قد يكون فعلا التسوق ذي أمر إيجابي، لأن أنا قاعد أخذ احتياجي الأساسي وأوفر من وقتي بإني أنا أقضي مع أفراد لعائلتي محببين. زين حلو. الحين أنا الحمد لله إن أنا عندي صديق بتوعيني، لكن اللي ما عندها مثلا صديقة توعيها لو حبيت إني أنا أحط مجموعة من النصائح، شنو أهم النصائح في هذا المجال بتوجهينا؟ شوفي، أبرز نقطة وأهم نقطة أول شيء أفهم نفسي. حلو. لازم أتأكد أنا عندي فعلاً تحدي مع نفسي في المشتريات أو لا. في ناس ما عندها مشكلة في التسوق لأن هي حطت لها إطار للتسوق، لكن من يبتدي الشخص يشعر أنه في خطأ قاعد يعني قاعد يصير، اللي هو يعني أنا الحين مثلاً عندي هوس الشراء وتشريت وتشريت واستمتعت أني أنا شريت، بعد شوي لما استلمت المنتجات دخلت في دائرة الندم والتحسر ان انا شلون خذيت وانا ضيعت فلوسي. هني تكرار مثل هذه المشاعر هني يعطيني علامة اني انا لابد اني انا
ألجأ لحد يساعدني، سواء صديق سواء شخص مختص. هذه أول النقطة، أني أنا أبتدي أفهم نفسي هل أنا فعلا عندي تحدي في هذا الأمر أو لا. أنا اكتشفت أن أنا عندي هوس، لا لابد أني أنا أبتدي أشوف شنو الطرق اللي أنا ممكن أتعامل معها، هل هي ضمن نطاقي أنا كشخص عادي أني أنا أقدر أحط لي فريم معين وأطلق منه، أن أنا مثلا بحط الأشياء في السلة بستنى يومين وبرجع بعد يومين أتأكد هل أنا محتاجتهم أو لا. لحظة اليومين إذا أنا ما قدرت أصبر عليها وأصريت أن أنا أشتري الحين وأنا متأكدة أن في جزء كبير من السلة مش مهم بالنسبة لي، هني لازم ألجأ لشخص مختص، لأن كثير من الأشخاص ما يدركون أن الاضطراب الهوس للتسوق هو اضطراب قد يكون ناشئ من فترة المراهقة، وهي ظاهرة أكثر شيء تبين عندك من المراهقة لين بداية العشرينات. في أشخاص هني هم يكونون عندهم هالقصة قديمة وزادت مع مرور الوقت. أما مثل الوضع الاستثنائي مثل لما صار عندنا في كورونا COVID-19، هني الناس بدأت تتسوق لظروف التسوق ولأنها مجبرة، ما كان في مجال لأنك أنت تروحين. أغلب الناس بعد ما خلصت الأزمة رجعت الحياة العادية وبدأت تنزل للمجمعات وبدأت تشتري، ونسبة قليلة اللي استمرت على أن هي تشتري أونلاين لهدف استثمار هاي التكنولوجيا، وبنفس الوقت أن هي تستثمر الأوقات اللي بدل ما تقضيها في المجمعات هي تقضيها في أشياء أخرى أكثر متعة. فمجرد ما هي تشعر أن هي بحاجة لتدخل شخص مختص، أن أنا ما أقدر أنتظر ولازم أدفع الحين، هاي لا تحتاج إلى خطة علاجية. ولله الحمد نسبة كبيرة من الأشخاص يتم السيطرة على موضوع المشتريات بطريقة جدا إيجابية. أما إذا كنا أشخاص عاديين نبتدي نحاول أن إحنا ننظم ونثقف نفسنا شلون إحنا نقدر ناخذ احتياجنا الحقيقي، ويمنع أن إحنا نكافئ نفسنا ندلعها شوية بأشياء غير أساسية بس ما تكون هي الأساس. يعني لو اشتري لي كوب، انا احب اشتري كوب القهوه، لو اشتري لي كوب عادي. عادي ما يعتبر هوس؟ لا ما يعتبر هوس، لان انت هل انت مسويت لك بس غرفه كلها اكواب؟ اي ما شاء الله كلها اكواب، واحب وكل يوم اشرب في كوب، وكل دوله اسافر لها اشتري لي كوب. هذه هوايه مش هوس. هوايه واحب استخدمه، واحب اصور وراوي اراوي صديقاتي الكوب اللي اليوم بشرب فيه القهوه واستمتع فيه. ممتع، لان لاحظي انت ربطتي هوايه بمتعه انت تسوينها، وبنفس الوقت الاشياء اللي انت قاعده تشترينها قاعده انت تستفيدين منها. احنا المشكله عندنا تصير في وين؟ انك انت خدتي الشيء وعقب اكتشفتي انك انت مش محتاجته، ولا ليت بس انك انت ما محتاجته تدخلين في دائره اللوم والعتب. شكرا من القلب. شكرا. حبيبتي ترى جدا مهم ان احنا نتقبل بعض عيوبنا وبنفس الوقت نصلحها، لان ما حد فينا كامل. سمعتوا ايش قالت؟ نتقبل بعض عيوبنا ونصلحها. انا الحين بشرب البابونج اهدي اعصابي وبسولف معاها، وانتم بكيفكم. من ضيف إلى آخر ومن مكان إلى مكان جديد، اليوم جاية أشوف حسن الأنصاري هني، وراح أتكلم معاه أكثر عن التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي وأشياء وايد. تعالوا معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا تأخرت وسهلا. عليك حياة الله. لا أبدا أبدا، ما في أي تأخير، الله يبارك فيك. أستاذي عندي سؤال يدور في راسي. نعم. مع ظهور الذكاء الاصطناعي. نعم. اليوم هل فعلا احنا نقدر نستغني عن العامل البشري باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ طبعا لا يمكن نستغنى عن العامل البشري، لان العامل البشري هو اللي سوى الذكاء الاصطناعي. وحتى في يعني عمليه وتوظيف وعمل الذكاء الاصطناعي يعتمد على العامل البشري، بقدر ما احنا نغذي الذكاء الاصطناعي بالمعلومات والبيانات بقدر ما هو يكون اكثر فعاليه. اذا قلت المعلومات والبيانات قلت فعاليته، واذا كثرت زادت فعاليته. طبعا الذكاء الاصطناعي هو شغله يحلل هالمعلومات والبيانات، بذلك بالتالي يطلع لك بحلول طبعا يقترحها عليك او يقدمها لك. والذكاء الاصطناعي طبعا يدخل في مجالات عديدة جدا، المجال الطبي، المجال الصناعي، المجال الزراعي، المجال منها الاستهلاكي اللي بنتكلم عنه اليوم،
مجالات مختلفة جدا حسب طبعا ما العامل البشري نرجع له ما يحتاجه. احنا نعم. اليوم الغالبية يعتمد على ما يظهر له في أجهزته الموبايل، أجهزة التليفون. نعم. أنا اليوم كمستهلك على حسب ما يطلع عندي، فأدور الشيء الرخيص. نعم. حتى إن قلت الجودة وبشتري، لأن نعم. في يدي تليفون وأنا طول الوقت وأنا طالع هذا التليفون، وتطلع لي مثل ما تفضلت وقلت تطلع لي إعلانات مختلفة، وبدخل نعم. المواقع هذه وببدأ أشوف. نعم. فما يصير عندي هذه القدرة على أني أنا أتحكم في طريقة الشراء. نعم نعم. لا أنت يعني الذكاء الاصطناعي مجرد ما أنت تمسك تليفونك أو تستخدم الأنترنت، في طبعا خلنا نقول مثل المراقبة لسلوكياتك الاستهلاكية، أنت يعني أو أفضلياتك إيش تفضل، مثلا منتجات معينة تخص مثلا مطاعم، سيارات، ملابس، سفر إلى آخره، يعني هو يراقب السلوكيات هذه، وبالتالي لما يبث لك فلاشات أو يبث لك دعايات تعتمد بشكل كبير على سلوكياتك. وفي نفس الوقت الذكاء الصناعي بإمكانه أيضا يوجه لك شغلات قد تكون مغايرة، بحيث أنه يكشف لك أشياء أخرى أنت ما تدري فيها، يعني بحيث أنه يحفزك على الاستهلاك أيضا في المقابل. مثلا أنت خلينا نقول مثلا على سبيل المثال يعني توجه على سيارة معينة، تبي تشتري سيارة معينة تتوجه بشكل كبير على، ممكن يطلع لك دعاية من خلال دراسة سلوكياتك، يطلع لك دعاية على سيارة ثانية قد تكون منافسة، قد تكون بجودة أفضل، قد تكون بسعر أفضل. أنت هذا أيضا موجود في الذكاء الاصطناعي، أنت علي. وكل يعني كل ما إحنا اليوم لما تدخلين على التليفون، سواء دخلتي على كل التطبيقات الموجودة، صارت تعتمد اعتماد كبير على الدعايات التسويقية. فجأة أنت تتابع حوار معين، برنامج معين، طلع لك فلاش دعاية معينة لمنتج معين، هذا كله طبعا بشكل كبير اعتماده على 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 الذكاء الاصطناعي، اللي هو مثل ما احنا قلنا يتابعك، يشوف شنو انت سلوكياتك في استخدامات الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال هذا يحفزك على الاستهلاك. لكن احنا نرجع نقول في نفس الوقت هذا الاستهلاك لا يجب ان يتحكم فيك الذكاء الاصطناعي بشكل مطلق 100%، يجب ان يكون عندك حرية او مارجن معين او حيز معين، بحيث انك انت تستطيع تحدد خياراتك، وهذا مهم جدا، يعني ما تخلي الذكاء الاصطناعي يسيطر عليك بشكل مطلق. هل الهبة هي اللي تتحكم في نوع السلعة اللي احنا نشتريها اليوم؟ هذه جزء منها طبعا، جزء منها الهبة. اليوم على سبيل المثال احنا عندنا في مجتمعاتنا في منتجات عليها اقبال اكثر من منتجات اخرى، بالتالي انا كمستهلك عادي في المجتمع هذا لما اشوف العالم متجه على 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 منتج معين وراهم أنا ماشي، يعني خاصة مثلا عندنا في قطر على سوق السيارات على سبيل المثال، في سيارات معينة كل العالم تشتريها، وين 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 ظهر فيها عيوب وين ظهر كذا، لكن هي الأكثر إقبال عليها من ناحية الشراء. يعني في موديلات ظهرت حديثة على سبيل المثال، تجد فجأة العالم خاصة الشباب ما شاء الله عليهم على 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 سيارة معينة، على منتج معين، وهكذا يعني. أستاذي الفاضل، لو بنتكلم أيضا عن النصائح اللي تفضل أن أنت تقدمها للمشاهدين من خلال خبرتك، نعم، ومن خلال نعم. وجودك في هذا المجال. نعم نعم. وطبعا أنا طبعا عندي شركة في الذكاء الاصطناعي، فهمت علي؟ فيعني أنا مش موجود هنا عشان أسوق لمنتجات أكيد. الذكاء الاصطناعي وكذا، لكن في نفس الوقت أنا أطلب لما نتكلم في سوق الاستهلاكي، أنا أرجو أنه يعني ما يكون الاستهلاك بشكل اعتباطي أو بشكل مفرط ومنفلت، لازم يكون في ضوابط، لازم إحنا نتحكم في قدرتنا على الاستهلاك، لازم نتجنب خلينا نقول الاستهلاك المندفع، لازم ما نشتري أشياء إحنا مش بحاجة لها، يعني حد نقلل، يعني لأن قد يكون حدث هذا لك ولا لي ولا لأي شخص آخر، يعني لازم شوي نتحكم في نفسنا، ليس فقط لأن منتج معين رخيص أروح أنا بالضرورة أشتريه، أنا ما لي حاجة فيه، ليش أخذ، ليش أشتري، لازم يكون في ضوابط. في نفس الوقت أنا ما أخلي الذكاء الاصطناعي يسيطر علي بشكل مطلق مثل ما قلت، من خلال تنويع مصادر المعلومات،
يعني الله يسلمك ايضا لازم اشوف قدرتي الشرائيه. يعني انا مش معقول ان الذكاء الاصطناعي قال لي اشتري كذا وكذا وبالضروره ان انا اروح اشتري شيء فوق طاقتي، لا لازم انا اعمل حساب لقدرتي الشرائيه. طبعا هو الذكاء الاصطناعي يدرس كل هذا على فكره، ايضا يدرس وضعك الاجتماعي، يشوف انت لما تدخل على منتجات غاليه رخيصه، بناء على ذلك هو ايضا يتابعك ويبث لك الـ كيف اقول لك الدعايات وان شاء الله الاغراءات اللي ممكن تجذبك على شيء مع مستوى. اذا انت ترغب ملابس معينه ممكن يبث لك دعايات على ملابس، عندك تحب الرياضه يبثك على رياضه وهكذا يعني. نعم سيد حسن الأنصاري ألف شكر لك على وقتك. الله يسلمك وسامحنا على القصور معك. لا بالعكس شكرا جزيلا على هذه الاستضافة مرة ثانية، وإن شاء الله نلتقي في فرص قادمة إن شاء الله بإذن الله. مثل ما قال السيد حسن الأنصاري، كل شيء له إيجابياته وسلبياته، أنت حدد أهدافك وش اللي أنت تبيه وسو دراسة كاملة عن المنتج اللي أنت تبي تشتريه، ولا تستعجل، اليوم السوق مليان. بس شوي تعبت يلا خلصنا. تشوف طلبيتي وين وصلت؟ أسهل شيء إن إحنا نتسوق أونلاين وكل احتياجاتنا توصلنا لين عندنا بضغطة زر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتشرى مثلي يعني؟ بعد تتسوق أونلاين؟ أسهل؟ نعم. زين دكتور، كنا الحياة صارت وايد أبسط، كل احتياجاتنا ضغطة زر توصل عندنا. صحيح، احنا فعلا دخلنا عصر جديد، أقدر أسميها دورة حضارية جديدة، تغيرت فيها وايد أمور حتى في موضوع الشراء. عادات وتقاليد تغيرت، أنماط في التفكير تغيرت، مسلمات قمنا نعيد النظر فيها كانت راسخة لفترة طويلة من الزمن، قمنا نعيد النظر في هذه المسلمات. الآن مثلا على موضوع الشراء عن بعد أو الشراء الحضوري، بعد ما أن البشرية كانت معتادة لفترة طويلة نروح للأسواق، نروح للمجمعات مع الأهل أو مع الزوجين أو مع أصدقائنا، ونروح نتشرى وفي تجربة يعني تشري حضورية ومباشرة حسية، ونبدأ نساوم وفي مفاوضات، نقص ما تنقص، في تنزيلات ما في تنزيلات، إلى أن انتقلنا وصار الآن في توفر لمنصات عالمية توفر كل ما يريده الإنسان في كل المجالات بكل الأشكال، تراعي كل الأذواق، وبضغطة زر فقط دخول في تطبيق سهل تحميله على التليفون، كل تليفوناتنا الآن تليفونات ذكية حتى صغر عيالنا، ومباشرة ممكن والله يقام بالتجول والمرور على كم كبير من المنتجات والاختيار منها كيفما نشاء. فهذه الآن التجربة الجديدة للناس اللي صار فيها حتى تطور سريع في تجربة المستخدم من ناحية سهولة التجربة، التطبيقات أو هذه المنصات أصبحت سهلة جدا، بسيطة الفهم، بسيطة التعامل، بل جذابة. خلينا نتكلم عن الآثار الجانبية الإيجابية أو السلبية. يعني أنا من وجهة نظري أشوف أنه اللي ما يطلع للسوق أو يقضي حاجاته ويتم طول الوقت في البيت يتسوق أونلاين، ما في احتكاك مع البشر، يمكن يؤدي بعدين إلى اضطرابات نفسية أو مشاكل نفسية. هو بلا شك ترى يعني التطبيقات الحديثة هذه إلا أنها تولد سلوكيات جديدة على البشر. فموضوع مثلا لو بنقيس الأمور من ناحية سلبيات إيجابيات، كما كل الأشياء من حيث حتى استخدامنا لها، يعني الشراء عن بعد له إيجابيات، من إيجابياته مثلا
اللي هو أن يكون عندي تنوع كبير في المعروضات، وأن أنا أقدر أختار بأشكال مختلفة ما أريد، واقتراب إلى تلبية ذائقتي احتياجاتي. مثلا موضوع الأسعار، موضوع أقدر أتسوق في أي وقت بالضبط، موضوع أنا مرتاح ما عندي وقت، موضوع إدارة الوقت حتى. يعني الآن إحنا في عصر في ضغوط كثيرة، فمهارة إدارة الوقت أو ملف إدارة الوقت في حياة كل إنسان، أنا عندي وقت 24 ساعة لن يزداد، وعندنا مسؤوليات تزداد، فكيف أني أنا أختصر يعني المهام اللي أنا أقوم بها في يعني أقل كمية وقت عشان أوفرها أن أكون مع عيالي، أكون في أعمالي، في البزنس، في الوظيفة إلى آخره. فالشراء عن بعد يوفر علي ساعات حقيقة في هذا الأمر، بس بالمقابل ممكن أن الشراء عن بعد يسحب الإنسان إلى نقدر نقول ثقب أسود، موضوع أن الإنعزالية، تعزيز الإنعزالية. إحنا ما يخفى علينا أن إحنا الآن أصبحنا نشهد ازدياد نسبة البشر اللي صاروا ينعزلون ويبتعدون عن الاختلاط الاجتماعي وعن التفاعل الاجتماعي، موضوع الوحدة، موضوع الانطوائية. الشراء عن بعد أنا من الناس اللي متأكد أنه يعزز هذه الصفة. فإحنا ممكن نقول التوسط، يعني وجعلناكم أمة وسطة، خير الأمور الوسط، أن إحنا نزاوج ما بين يعني الشراء عن بعد وما بين والله حتى الروحة والشراء من مجمعاتنا، دعم على الأقل محلاتنا الوطنية، دعم والله رواد الأعمال وتجارنا، وتحريك السوق حقيقة. يعني أن إحنا لابد يكون بعد يعني كل فرد ومواطن يكون عنده هم شلون أكون مساهم ولو بنسبة بسيطة في دعم اقتصاد البلد وتحريك المحلات هذه اللي هي ما أقيمت إلا عشاننا وعشان توفير احتياجاتنا ورفاهيتنا. حتى التسوق عن بعد اليوم إحنا غالبية الأسر عدم تواجدهم في المنزل، يعني اليوم الزوجة هي عاملة وأيضا الزوج عامل، يدفعهم أنهم يلجؤون لبعض التسوق بالذات من الجمعية، لأن أنا هذه النقطة وايد أسويها وأنا في الاستديو أشوف اللستة وأطلب، وقبل ما أوصل البيت الطلب وصل. بس في المقابل أيضا إحنا فقدنا أشياء كثيرة، الأنشطة المشتركة بين الزوجين، بين الأسرة وأفرادها. يعني كان في متعة تسوق مثلا روحة الجمعية، أن يعني رب الأسرة وزوجته الأم وأبنائهم يروحون والله الجمعية ويتشرون ويغرسون بعض القيم في أبنائهم في موضوع مثلا التشري، حتى معاينة البضاعة نفسها. صحيح. يعني أنا لما أروح أشوف بعيني، غير أني أنا يعني أوصل مرحلة أني أنا أشتري صور أو مثل ما إحنا نقول سمك في الماء. صحيح. وقد تكون أحيانا كثيرة من عيوب الشراء عن بعد أن ما يكون في مطابقة بالمواصفات مع احتياجي، مع مثلا مقاساتي في اللبس، مع ما كنت مثلا الصورة قد أحيانا تكون تغشني حتى في الأمر. وإن كان الآن حتى بالذكاء الاصطناعي بالـ AI قاموا يطورون كيف أن أنا أدخل صورتي وأشوف الله هذه الملابس بمقاسات وحجمها هل فعلا هي مناسبة، وقياس عن بعد. يعني حتى هذا قاموا بالتكنولوجيا يطورونها، لكن بعد يظل أن إحنا يعني لكل أمر له متعة. نعم احنا عندنا ضغوط عمل فنلجأ للشراء عن بعد، لكن مو غلط من حين الى اخر مره في الشهر نطلع ونتشرى ويكون عندنا تجربه شراء. زين دكتور، شنو النصائح او التوجيهات؟ يعني احنا تكلمنا بشكل عام عن التسوق عن بعد. نعم، اولا يعني احنا ممكن نقول ترى الموضوع التسوق له ابعاد كثيره، في منها نفسيه، اجتماعيه، حتى اقتصاديه. فمثلا من الناحيه النفسيه لابد أن كل إنسان ينتبه هو لماذا يتسوق، ما هي الدوافع خلف التسوق. أحياناً الإدمان أو الشراهة في التسوق تكون هي لسد احتياجات داخلية غير معروفة عند الإنسان، ما عنده وعي ذاتي مثلاً بنفسه أو اتصال مع ذاته بنسبة كبيرة، فيكون في احتياجات في مجالات أخرى يحاول يعوضها من خلال التشري فيبالغ في التشري، وهذا خطأ. فضروري جدا نحن نحدد دوافعنا، ما هي دوافعنا؟ هل هي والله تلبية احتياجاتي؟ هل لسد مثلا احتياج نفسي معين؟ هل هو والله لحاجة اجتماعية من باب والله
يعني الوجاهة أو الرضا الاجتماعي أو التفاخر، حتى بعض الناس يعني يتشرون لهذا المقصد. الأمر الآخر المهم إن إحنا التخطيط قبل الشراء، والتخطيط ممكن أقول على 3 مستويات زمنية على الأقل، إن إحنا في كل سنة نخطط تخطيط تشري حق السنة، وكل شهر نخطط مرة تشري الشهر، وكل أسبوع نخطط تشري الأسبوع. السنة أنا نحط له والله بادجت معين، موازنة معينة، مبلغ معين لا أتجاوز، يكون في حد حدود معينة للتشري في كل أمور البيت، أغراضي، عيالي، أهلي. أغراض الشهر مثلا لها والله سيستم محدد معروف أن هذه راح التزم فيه على منال الشهر، احتياجات الجمعية، الأمور الاستهلاكية إلى آخره، التشري الأسبوعي كذلك، الأمور الأساسية. وأن أنا يعني دائما أخطط ماليا وأحدد أهدافي بالموضوع الشراء. الجانب الآخر أني أنا لابد أحقق التوازن في حياتي. إحنا كثير من الناس الآن عنده خلل في حياته، في عدم اتزان في حياته. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقه، وإن لأهلك أهلك وجماعتك عليك حقه، وإن لبدنك عليك حقه، وإن لزورك زوارك علاقاتك الاجتماعية عليك حقه، فأعطي لكل ذي حق حقه. فأنا لابد أن أراعي موضوع التوازن اليومي، التوازن الأسبوعي، التوازن الشهري، التوازن السنوي. فبهذه الطريقة يكون الشراء في موضوعه الطبيعي، ما يتغول ويتحول إدمار، ويتحول والله يعني يمكن نقمة على بعض الناس، ممكن يتحول حتى إلى ديون، ويبدأ والله الإنسان يحاول يأخذ ديون عشان فقط أنه يلبي هذه الرغبة اللي مش قادر يسوي عليها كنترول. بعض الناس ترى فرط بينهم من أيديهم الأمر، ما يقدر إلا يشتري حتى لو يستدين، يرفع ليمت الفيزا ويشتري. فيعني نتمنى أن هذا الأمر يتلاشى، وأن يكون الناس عندها وعي أكثر وقدرة على التحكم في الإدارة المالية والإدارة حتى الذاتية النفسية في هذه المسألة، وإن شاء الله خير. إن شاء الله. دكتور شكرا على وقتك، وخليك تكمل باقي التسوق اللي كنت مبلش فيه من البداية. يعطيش العافية. الله كل الشكر والتحية لكم. شكرا لك دكتور. سمعتوا إيش قال الدكتور؟ لحد يرفع ليمت الفيزا عشان يتسوق، لكن التسوق عن بعد نعمة، صدقوني نعمة. مثل ما الاختصاصيين عندهم رأي، أكيد أن الشارع له رأي مغاير، خلونا نشوفه. 80% من التسوق الآن حالياً أصبح أونلاين. في وقتنا الحالي هو يعني صار من الضروريات. ما نملك الوقت الكافي حتى نجي نتسوق، فإجباري نطلب أونلاين. والله في الوقت الحاضر هو ضرورية اليوم، لأن من كثر الانشغالات والارتباطات والعمل. احنا شغالين في مجال الذهب، واصبح عندنا الان حاليا 80% شغلنا كله عن طريق الاونلاين، يعني عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق التيك توك، عن طريق الانستغرام. احيانا يحطوا صور تكون كثير يعني مرغوبه، وقت يجيك المنتج يكون مخالف عن الصوره اللي يحطينها. لازم يكون ذكي، يعني بما انه لجأ للاونلاين لازم يكون ذكي، ما يقع في فخ اللي هو نصب الاحتيال. الإنسان لازم يكون عنده مواقع رسمية، مو كل التسوق أونلاين هو يعني حقيقي أو مضبوط أو ماركة أو براند. حاليا أصبح المجتمع أكثر وعي، هذه نقطة رقم واحد. يعني أصبح عند أغلب الناس عارفين من وين يشترون، وين المواقع الصحيحة، وين المواقع اللي عليها سوء اختيار، في تقييم على المواقع. مستحيل يعني تختفي الأسواق، لأنه خاصة السيدات إذ ما عاينن بعينهن وشي يعجبهن ما يشترن أونلاين. حتى في كثير أشياء إذا ما تعينوا بعينه يعني على الواقع ما يمشي.
وايد منصات نتسوق منها أونلاين، لكن عمرنا ما فكرنا شلون هذه المنصات تشتغل ومن يديرها. خلونا نشوف. سيد حمد الهاجري، شكرا على هالاستضافة. عادة احنا نستضيف الضيوف في الاستديو عندنا، لكن انت اليوم قبلت ان انا وفريق العمل نجي عندك في مكان عملكم. شرفتونا في محلكم في مدينة المستقبل، مدينة الأعمال بالمستقبل، مدينة لوسيل. بما ان احنا نتكلم عن مدينة المستقبل، احنا اليوم كلنا نتجه حول التسوق الإلكتروني أو التسوق عن بعد، ما أهمية هذا التسوق؟ بالنسبة لي أنا أشوف البشر مروا في حقبتين آخر 100 سنة، سلوك العميل تغير بشكل كبير، صار يعشق سهولة الحياة، صار يعشق أن يمارس حياته اليومية من خلال هذا التلفون، تواصله، اتصالاته، جميع احتياجاته لهذه الحياة من خلال هذا التلفون. ضمن هذا التلفون المشتريات، وأنا ما أتكلم عن مشتريات ملابس أو إلكترونيات، أيضا حتى سوبر ماركت، صيدلية، أكل، حجوزات طيران، حجوزات سينما، جميع أنواع الخدمات أصبح العميل أو المستهلك يبحث عنه من خلال الأجهزة الذكية. أهمية وجود شركة وطنية تقدم مثل هذه الخدمات؟ طبعا سلوك العملاء هو محرك اقتصادي جبار على مستوى العالم، ولنا أمثلة كثيرة. لماذا هناك توجه لصناعة النفط والغاز؟ لأن سلوك العميل هو السيارات والكهرباء، وهذه أصبحت عيشة البشر. أيضا السياحة والطيران، لأن أصبح هناك عملاء وفي سلوك السفر والطيران وحرك اقتصاد الطيران. أيضا في التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد، تواجد شركة وطنية أولا خلقت فرص عمل داخل دولة قطر مباشرة، 450 وظيفة، معظمهم خريجين جامعات تقنية قطرية مثل جامعة كارنيجي ميلون، جامعة قطر، HBQ، نورث ويسترن، وجورج تاون. هذه الجامعات كلها قطرية، لكن في نفس الوقت خلقت فرص سلاسل التوريد القطرية، أكثر من 8000 مشروع يعملون داخل دولة قطر، وفقط مساهمة واحدة مع وزارة التنمية الاجتماعية مثل مشروع من وطن أحيا 300 أسرة منتجة داخل دولة قطر، أصبح لها مدخول. هناك سلوك العميل، وهناك توطين التقنية وتوطين سلاسل التوريد ويحرك القطاع اللوجستي في دولة قطر، أيضا تواجد قصة نجاح داخل دولة قطر مما أيضا يضع فرصة لجذب الاستثمار لدولة قطر، أن نصنع الفرص للشباب والشابات القطريين مواليد قطر ومقيمين على أرض هذه الطيبة. أيضا هدفنا في المستقبل تصدير، ندخل في سلوك عملاء خارج دولة قطر، نصدر المنتجات القطرية بالصناعة القطرية إلى خارج الدولة بإذن الله تعالى. خلينا نتكلم عن نقطة المستقبل اللي أنت ذكرتها اليوم. الأونلاين هو المستقبل، التسوق عن بعد، يعني بعد 10 سنوات المولات اللي موجودة هذه ما راح يكون لها أي أثر. يعني احنا دائما نشوف ايش صاير في بعض الدول الثانيه، المول راح يكون عباره عن مكان ترفيهي، مكان للخروج، بيكون في مكان للملاهي، للمطاعم، للمنتزهات، للسينمات، لكن على مستوى التجاره الالكترونيه اصبح او الاشتراء عن بعد اصبح هذه نشاط أونلاين بحت، ليس فقط من سلوك العميل لكن أيضا من سلوك صاحب المشروع. اليوم صاحب المشروع يفرق إذا كان عنده محل أو تاجر، إذا عنده محل هو ملتزم بموظفين، ملتزم برواتب، ملتزم إيجار، بس لما يكون أونلاين يستخدم الحلول اللوجستية، هو موجود مرتاح، هو ممكن يكون مركز على وظيفته، لكن مشروعك شغال بأقل التكاليف. لكن إذا حنا ما دخلنا في التنافسية في التجارة الإلكترونية، فسينافسونا الشركات خارج الدولة. هذا يعني واقع حتمي وهذا هو المستقبل. لكن طبعا لماذا التجارة الإلكترونية افضل من الطريقة التقليدية للشراء؟ على سبيل المثال انت دخلت بتشتري ايفون، على سبيل المثال نستخدم خوارزميات التعلم الذاتي لمقترح منتجات معك، فانت لا اراديا من يوم ما تدخل تشتري ايفون راح يقترح كبر وشارجر وهيدسيت، ان هذه غالبا المشتريات اللي ترافق هذا المشتري. لكن ايضا راح يكون هناك اذا في خصومات ممكن نشوف خصومات، فطريقه الشراء عن طريق الاونلاين اصبح سلوك حياه لا بد منه. زين، سبب نجاح هذا المشروع شنو هو سبب نجاح؟ انا اعتقد السبب الرئيسي اولا دعم اهل قطر، وأهل قطر متعطشين قصص نجاح وطنية
قطر شهدت العديد من النجاحات، استضافة كأس العالم 2022، بناء شركة عملاقة مثل قطرية، شركات اتصالات مثل أريد وأكبر البنوك. لكن قطر آخر 10 سنوات تفتقد لقصص نجاح كبيرة بالذات في القطاع التقني. لقينا دعم كبير مو بس على مستوى أهل قطر بس أيضا المقيمين على أرض قطر، لقينا دعم كبير منهم. هذا الرقم الأول. ثانيا، السبب الرئيسي أن قطر استثمرت في التعليم في دولة قطر. وليد القطاع التعليمي كان مشروعي في جامعة إتشي سي بارس مع يعني أخي سعود العطية، مشروع جامعة في إتشي سي بارس، أخذ الأول على الجامعة الحمد لله، بعدين جينا بالنفذة. في النهاية من وين خذينا العقول وأصحاب الأفكار؟ خذيناها من جامعات قطرية، ففعليا ولد من المنظومة التعليمية في دولة قطر. دولة قطر تصرف كثير في التعليم والابتكار، وحان الوقت لبناء شركة عملاقة ابتكارية على مستوى العالم. لكن أيضا ما هي رؤية قطر 2030 اللي جميعنا نعمل مصلحتها؟ ليس قطاع حكومي ولكن أيضا قطاع خاص. اقتصاد قطر 2030 سيتحول بإذن الله تعالى من اقتصاد تقليدي قائم على النفط والغاز، واللي ما ندري هل بيكون مستمر آخر بعد 15 سنة، إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والعقول البشرية. وحنا دورنا دعم رؤية سيدي سمو الأمير، دعم رؤية قطر 2030 بإذن الله تعالى. سيد حمد، خطة التوسع اليوم أنه هو مشروع الأول البسيط بالنسبة حق طموح السيد حمد الهاجري. اليوم هو مش طموح حمد، هو طموح جميع شباب دولة قطر بالذات خريجين الجامعات القطرية. لدينا 3 استراتيجيات. أول شيء توسع رأسي وأفقي وجغرافي. نبدأ بالرأسي. حنا على المستوى الرأسي سنبتكر في على مستوى المخازن والسلاسل التوريد، راح نبتكر الروبوتكس والأجهزة الآلية لإدارة المخزون اللي عندنا، فهذه تطوير في سلاسل التوريد. وعلى المستوى الأفقي اليوم حنا قاعدين نساعد العملاء للطلب عبر الأونلاين، لكن هل هو فقط مشتريات؟ ما هو السلوك المستقبلي؟ نتكلم عن خدمات وأكثر من خدمات. على المستوى الجغرافي استحوذنا على جزء من شركة في العراق، حنا الحين في صدد استحواذ كامل على الشركة هذه، هدفنا توسع في السوق العراقي، السوق الكويتي والسوق العماني بإذن الله تعالى. بإذن الله في 2025 هدفنا نكون مشغلين لأكثر من 15 خدمة في 4 دول بإذن الله تعالى. بإذن واحد أحد. نتمنى لك التوفيق سيد حمد الهاجري، ألف شكر لك. الله يجزاك خير، نورتونا في محلكم. شكرا لك. أحلى شعور لما أجي المول وأنا عاين البضاعة اللي أبيها وأخذ احتياجاتي وألف وأتقهوى وأشوف الناس، هذه المتعة الحقيقية. مع السلامة.